هذا النوع من الفيديوهات أكثر أنواع فيديوهات أنا بحبها وبحب أحضرها على اليوتيوب، لأنه بوش منهم كتير أفكار إيش ممكن كتب أقرأها، وبعرف إيش في جديد وشو الناس عم تقرأ، فكتير بحب هاي الفيديوهات. اليوم حابة أعمل لكم فيديو عن كل الكتب اللي قرأتها بسنة 2021 وشو رأيي بكل كتاب فيهم، هيك على السريع قد ما بقدر على السريع، ما بوعدكم، بس الفيديو على الأغلب حيكون طويل فحضروا حالكم. قرأت 36 كتاب بسنة 2021، هلأ قرأت أكثر بس في منهم كانوا بالإمارات وما جبتهم معي لأنه كان ضايل لي فيهم شوي وحسيت حرام أحملهم بس عشان شوي اللي ضايل فيهم، بس اللي خلصتهم على أكيد هم 36 كتاب. أول كتاب قرأته بسنة 2021 وكتاب من كتب المفضلة صار، ومن الكتب اللي بتضلها بتعلم مع الواحد وبيضل يتذكر نقاشاتها بحياته دائما، هو رواية عندما بكى نيتشه. هاي رواية كتير حلوة، هلا يمكن ما تعجب الناس كلهم لأنه هي مش رواية مليئة بالأحداث، ولكنها مليئة بالنقاشات الفلسفية العميقة عن كتير مواضيع بالحياة، بالشغل، بالحب، بالاجتهاد، بالعمل، كل التفاصيل اللي بالحياة، الأمل، اليأس، كل شيء بدكم إياه موجود في نقاش بين شخصيتين بهذا الكتاب. والحلو بهذا الكتاب إنه الشخصيات هدول والنقاش اللي بينهم هو نقاش بدور بيننا وبين نفسنا، هو صراع حتى بتحسه بداخلك أنت عن الأشياء اللي بالحياة هاي اللي كلنا بنمرق فيها. حطيت لكم اقتباسات من أكثر الاقتباسات اللي عجبتني بهذا الكتاب بالستوري عندي على الإنستغرام مرة، وبتلاقوها بالهايلايتس عندي، هايلايتس كتب أو قراءة أو ريدينج أو هذا الهايلايت حتلاقوه فيه بالإنستغرام. The courage to be disliked، فكرة واحدة تتكرر كتير بالكتاب ما عجبني كتير، وطريقة الحكي فيه هو إنه واحد رايح يتعلم من مونك أو رايح يتعلم من منتور، والطريقة التنظيرية الفلسفية ما عجبتني. وفكرة واحدة تتكرر بالكتاب هي إنه كل شيء إحنا بنعمله أو كل شيء إحنا ما بنعمله أو كل شيء بدنا نكونه أو كل شيء ما بدنا نكونه هو بسبب علاقاتنا مع الناس، أو كيف بدنا الناس يشوفونا، أو كيف بدنا الناس ياخدوا فكرة عنا، أو نظرة الناس لنا هي اللي بتحدد كيف إحنا نتصرف وشو بنعمل وشو ما بنعمل. قلق السعي إلى المكانة، هذا الكتاب من زمان كان بدي أقرأه، اشتركت بنادي قراءة لأول مرة في حياتي وكان نادي قراءة فاشل اخترنا في هذا الكتاب، أنا اللي اخترت هذا الكتاب بس هم يعني صوتوا له. الكتاب كان كتير حلو، أنا كتير عجبني لأنه بيحكي عن واقعنا اللي إحنا عايشينه وكيف إحنا عنا السعي إلى المكانة صار هو اللي بحركنا. هو له علاقة على فكرة بالكتاب الماضي، بس سبحان الله كيف في كتاب ناقشه بطريقة ما بتحمس أبداً وبطريقة مش جيدة، ولكن في كتاب ناقش بطريقة كتير منيحة، وحتى في فيديو أنا رح أعمله قريباً ماخذ فيه عدة اقتباسات من هذا الكتاب، لأنه بيحكي عن واقعنا الواقع مش بس هلأ، يعني واقعنا من زمان، وطبعاً هلأ لأنه صار في سوشيال ميديا وصار في تفاصيل أكتر وصار في إحنا مطلعين على حياة ناس أكتر، فصار في تركيز على موضوع السعي إلى المكان أكتر. وعاد السلاطين لعلي الوردي، كتاب حلو بس مش عارف ليش مش قادرة أتذكر منه إشي. أنا أسفة إذا في صوت عواصف وشتاء، بس إن شاء الله ما يكون طالع كتير بالفيديو. ترنيمة سلام لأحمد عبد المجيد، هو كتاب مش حلو، هو كتاب ذكرني شوي بالخيميائي، بده يعمل حاله ملهم بالغصب، بده يعمل حاله روحاني بالغصب، ما استمتعت فيه، ما حبيته. هو بده يعمل حاله كتاب تطوير ذات على رواية بنفس الوقت، ولا ظابط هيك ولا ظابط هيك. آن في جرين جيبلز أو آن في المرتفعات الخضراء، هذا الكتاب أنا حضرت المسلسل وكتير حبيته، الكتاب كمان كتير حلو حبيته أكثر المسلسل، بس يمكن لأني قارئ المسلسل يمكن لأني حاضرة المسلسل قبل فالشخصيات مرسومة ببالي، فما بعرف لو قرأت الكتاب قبل ما أحضر المسلسل كيف كان حتكون ردة فعلي تجاهه، لكن الكتاب حلو، شخصية آن شخصية كتير حلوة وشخصية كتير لطيفة. هذا من الكتب الخفيفة اللطيفة اللي ممكن حدا يقرأها. So you want to talk about race، هذا الكتاب again حبي للموضوع العنصرية العرقية، هذا الكتاب بسلط الضوء على موضوع العنصرية العرقية من كل مجالاته. الكتاب حلو ومش معقد، بنفس الوقت بوصل الفكرة بطريقة كتير direct straight forward. مزرعة الحيوان، Animal Farm لجورج أورويل. جورج أورويل كتبه من الكتب اللي بتقرأها وما بتتركك، بتضلك تفكر فيها. المشكلة إنه بقول لك إن الكتب هاي ديستوبيا، أنا بحسها واقعية، أو كلنا يعني اللي بنقرأها بنحسها إنها واقعية أكثر من أي كتاب واقعي تاني. كتاب بطل، يعني كتب جورج أورويل بطلة، صح ممكن يكون فيها بعض التكرار والملل هيك شوي بالنص، بس الفكرة مستاهلة
Keep Going 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad. حبيت هذا الكتاب لأوستن كليون. أنا قرأت له كتب Still Like an Artist to Share Your Work أو Show Your Work. كتبه كتير مفيدة للناس, أي حدا بيشتغل بمجال إبداعي أو أي حدا بيشتغل فريلانس أو بالمجال الإبداعي أو أنت مدير نفسك أو شغلك بيطلب منك أنك تحطه قدام الناس أنها هي تقيمه. كتير مفيد. On Love Alain de Botton, هو هذا الكتاب بيحكي عن الحب بشكل عام, عن مراحل الحب, وهو بيحكي عن مراحل الحب وبيشرح عنها, بيحكي قصة شخصيات كمان وبيمشي بالتسلسل. لما يحكي عن مرحلة من مراحل الحب هو بيكون بيحكي بيكمل هاي القصة وبشوف كيف وصلنا فيها. ما بعرف ليش مش قادرة أبدا أتذكر نهاية الكتاب, أبدا أبدا مش قادرة أتذكره. بتذكر بدايته وبتذكر إن كنت مستمتعة فيه بس بعدين ما بتذكر شو صار. Can't Hurt Me Master Your Mind and Defy the Odds, كتاب من كتر ما هو ما عجبني ما كملته. كتير الناس بحبوا هذا الكتاب وكل الناس بيمدحوا فيه, بيقولوا لك لما قرأنا هذا الكتاب صرنا بدنا نعمل أشياء, بدنا نطلع نركض وبدنا. أنا بالنسبة لي مجرد ما أسمع, أنا سمعته صوتي, مجرد ما أسمع شخص مهما تكون أنت عملت بحياتك ومهما تكون إنسان عظيم كتير منيح, good for you, بس إذا الشخصية ما بتحكي بتعاطف أو بتواضع ما بقدر أسمع لها, فما قدرت أكمل الكتاب. شريل Notes from a Loud Woman لليندي ويست, عرفتها أنا من بودكاست كنت بسمعها وكانوا مستقبلين ليندي ويست ومن وقتها حبيتها وقلت بدي أقرأ كتابها. فأول ما عرفت ألاقيه طلبته أونلاين قرأته. هو الكتاب عبارة عن شغلتين كمان مع بعض, شوي سيرة ذاتية هي بتحكي لنا عن حياتها وبنفس الوقت بتحكي عن واقع المرأة, كيف المرأة دائما مطلوب منها أنها هي تكون كتكوتة وصوتها واطي وما تحكي رأيها وما تعبر عن حالها وما تتحدى الرجال أو المجتمع وأفكاره. خلص خليكي كتكوتة, يعني ما تتحدي المجتمع, ما تعلي صوتك, مش بس ما تعلي صوتك من ناحية الصوت, الكل مش لازم يعلي صوته من ناحية الصوت, بس ما تعلي صوتك يعني ما تحكي رأيك, ما تعبري عن نفسك, هيك المجتمع بده إياها. فحبيته. فاتتني صلاة لإسلام جمال, كتاب هذا حبيته قرأته برمضان كتير حبيته. في أشياء من الكتاب لحد هلأ بحب أستخدمها بصلاتي وبتذكرها, فرقت صلاتي بعد ما قرأت هذا الكتاب. الطنطورية لرضوى عاشور, ابتسمت. الرواية هاي يعني مؤلمة, مش إنها رواية حلوة من ناحية إنه سعيدة, لا هي مؤلمة زي أي قصة فلسطينيين تهجروا تشتتوا وتقسموا, أي كتاب عن الاحتلال والنكبة والهذا ما حيكون كتاب سعيد أكيد, ولكن بتتعلق فيه بالشخصيات, بتحب الشخصيات, طريقة سردها كتير حلوة. أنا كإنسانة فلسطينية عايشة بالإمارات طول حياتي وهم برواية الطنطورية تحديدا هم تهجروا للبنان, فإحنا بنعرف كتير ناس من فلسطينية اللي تهجروا للبنان. حسيت الكتاب كأنه قصة صاحبة أمي أو قصة جارة ستي, قصة كتير مألوفة من قصص الفلسطينيين, ولكن يعني روايتها كتير حلوة جدا قريبة من القلب. أنا سمعتها صوتي على تطبيق ستوري تيل وكتير حبيتها صوتيا لأنه في أماكن حطوا فيها أغاني وطنية, في أماكن غنوا فيها أغاني قديمة, بتحس إنه هيك بدنك بأشعر وبتدخل مع الشخصيات فيها. كتير حلوة. ذكر شرقي منقرض لدكتور محمد طه, هذا الكتاب مديحة عملت له ريفيو على الإنستغرام على طول بعد الكتاب بدأ أقرأه, قالت لي بس اسمعي صوتي لأنه هو مكتوب باللهجة العامية, ولما تسمعي باللهجة العامية المصرية وبالطريقة الساخرة اللي عم يقرأوه فيها وعم يروه فيها كتير حيكون ممتع أكتر. وفعلا سمعته صوتي وكتير حبيته, هو نقد لمجتمعنا الذكوري الشرقي. بينما ينام العالم برضه رواية كتير قوية ل قصة الفلسطينيين والنكبة والتهجير وتشتيت الفلسطينيين ومؤلمة بنفس الوقت. رواية كتير قريبة من القلب ورواية كتير حلوة. أنا كنت باديتها من زمان بس كنت بدي أقرأها على التليفون وما كنت حابة التجربة, فبعديها قررت أني أسمعها صوتيا وكتير استمتعت فيها. رواية كتير حلوة بس كتير مؤلمة زي أي رواية فلسطينية وأي قصة ناس فلسطينيين في الحياة. لا بطعم الفلامينكو قرأته لأني سمعت لذكر شرقي منقرض وحبيته, مش سيء بس ذكر شرقي منقرض أحلى ومش أحسن إشي بس منيح. Fat Girl Slim رواية ما حبيتها, حسيتها ما إلها قصة حقيقية, يعني ناقصة كتير تفاصيل. اللعبة لديك الجن كتاب يمكن من أسوأ الكتب اللي قرأته السنة, كتاب بتحس إنه تفاصيله ممكن تكون بوست على الفيسبوك مش كتاب ينطبع. يمكن في جزئية واحدة
أو جزئيتين بالكتاب حسيتهم شوي مثيرين للاهتمام بس مش مستهلين إنهم يكونوا بكتاب. 10 نساء لمارسيلا سيرانو، 9 نساء بيروحوا عند معالجة نفسية والمعالجة النفسية هي المرأة العاشرة، وأظن إنها بتجمعهم كلهم مع بعض عشان يحكوا لبعض قصصهم، فبنسمع قصة كل واحدة فيهم. في قصص نسيتها تماما وفي قصص دائما بتذكرها، قصص مختلفة جدا بس حلوة عن كل تفاصيل النساء. يعني هم بموسكو أظن، هم وين نسيت، ببلد لاتينية أتوقع. ففي كتير قصص مختلفة بالكتاب هذا، حتى في قصة وحدة على ما أتوقع أنا إلي زمان سمعته، قصة وحدة حتى من القدس ومن فلسطين أصلها. فالكتاب ممتع جدا إنك أنت تسمع قصص النساء، وخفيف ظريف مناسب إنه ينسمع صوتي. أسوأ كتاب قرأته السنة يعني من غير أي منافسة، حتى كتاب اللعبة تبع ديك الجن ما بنافسه، هو كتاب نورمال بيبل لسالي روني. مش عارفه انه ابلش لانه معظم الناس اللي انا بتابعهم على الجود ريدز مقيمين هذا الكتاب 4 و5، هلا بس في بس 2 أو 3 يعني اللي مقيمينه 1 زي ما انا قيمته، ولو في اقل من 1 بعطيه اقل من 1، لانه وين عناصر القصه اللي احنا درسناها بصف 7 و8؟ وين الحبكه؟ اوكي في شخصيات بس شخصيات ما لها داعي، شخصيات ما فيها اي تعقيد، ما فيها اي شيء. وين الحبكه؟ وين القصه؟ وين احداث؟ وين وبعدين بدها تعمل حالها رواية عميقة بالغصب، بتيجي فجأة بنص الرواية بتقول لك they are acting like normal people. طب هم normal people بزيادة، هم normal people زيادة عن اللزوم لدرجة انهم مملين انه نقرأ كتاب عنهم. ابدا ما حبيته، ابدا ما بعرف ليش مشهور، ما بعرف ليش الناس بحبوه. اوكي انا بعرف انه هو young adult، بس حتى تخيلت حالي اني انا لما كنت عمري 14-15 سنة ما حستمتع بالكتاب. اوكي انا قراته بسرعه، قراته بسرعه لاني كنت قاعده بستنى إشي حلو يصير، مش لانه هو ممتع. بستنى الا هلا يبدا، الا هلا تبدا الاحداث، الا هلا يصير إشي، الا هلا يصير إشي، لقيت انه الكتاب خلص ما له داعي. والمشكله انه سالي روني قبل فتره قررت انه هي ما بدها تبيع كتبها باسرائيل لانه هي متضامنه مع القضيه الفلسطينيه. مش عارفه اذا هي بتحكي جد ولا بتمزح، لانه بدك تعاقبينا انه نقرا كتبك وهم لا. يعني ليش؟ الكتاب كتير كتير سيء، ما بعرف ليش الناس بيقولوا حلو. لا الكتابة تبعته حلوة عادية يعني مش سيئة بس مش حلوة، وعناصر القصة جدا كتير مفقودة، ما في أي نوع من أنواع الأحداث، إحنا بنتبع ناس مراهقين ولا إشي بصير معهم. بدل ما حبيته، وهذا واحد من الأدلة إنه الكتب اللي كل الناس بتحكي عنها كتير أوقات بتطلع سيئة. كتاب The Vanishing Half لبريت بنت، هذا الكتاب حلو ولكن شوي حسيته overrated شوي، يعني الضجة اللي موجودة عليه بالبوكتيوب الأجنبي شوي مش مستاهلها هو هالقد، ولكنه هو كتاب حلو، قصته حلوة. كمان عن العنصرية العرقية، بيحكي عن قصة بنتين توأم متطابق لأم من ذوي البشرة الداكنة ولأب أبيض، وهم بيطلعوا فاتحين نوعا ما، بيكونوا عايشين مع أمهم بولاية أو بقرية كل يعني كل الساكنين فيها من ذوي البشرات الداكنة، ولكن بعد فترة هم بيقرروا أنهم يهربوا، وبعد ما بيهربوا بيتفرقوا عن بعض. واحدة فيهم بتروح بتعيش حياتها كأنها هي إنسانة بيضة، فبيفرجيك كيف تختلف كل جودة حياتها بس لأنه هي قررت تعيش أنها هي إنسانة بيضة وما خبرت حدا عن ماضيها ومن وين هي أصلا. والثانية بتعيش حياتها كأنها من ذوي البشرات الداكنة، وبيفرجيك كيف بتكون حياتها أكثر تعقيدا وكيف حياتها كل جودتها هتختلف لأنها هي اختارت أو مش اختارت، مشيت بأصلها بحقيقتها أنه هي أصلا من ذوي البشرات الداكنة. رجيت الكتاب كيف أنه شخصيتين متطابقتين، يعني توأم متطابق، بس لأنه واحدة فيهم اختارت تعيش أنها هي من ذوي البشرات الفاتحة والتانية اختارت أنها تعيش من ذوي البشرات الداكنة أو مش اختارت، مشيت بالحياة هيك، كيف كل تفاصيل حياتهم تختلف مع أنهم نفس الشكل البني آدم. فالفكرة من الكتاب عميقة بس أنا توقعت شوي أكثر على هوى المدح، بس هو حلو. 1980 بين جيلين لهتون قاضي. أول شيء أنا كتير بحب هتون قاضي من زمان لأنه بحس أنه هي من الشخصيات اللي على السوشيال ميديا اللي تجمع بين خفة الدم والكوميديا، وتجمع بين أنه هي إنسانة ما شاء الله يعني دكتورة وأكاديمية وإنسانة فهمانة وعندها وقارئة ومطلعة، هدول الشغلتين مش دائما بيجتمعوا، عندها ما شاء الله بيجتمعوا. فأنا بحب هذه الشغلة بشخصيتها ومن زمان بتابعها. لما نزلت كتابها قلت أكيد بدي أقرأه، جدا حبيته. كتاب بسيط بس فيه شفافية فظيعة وضحكني بكتير لقطات، يعني فجأة أكون عم بقرأه وعم بضحك. هلأ في جزء فيه بالكتاب كان شوي أطول من ما لازم يكون، كان فيه شوي لو اختصرت فيه أحسن، ولكن بشكل عام قراءة جدا ممتعة، الواحد بخلصها كتير بسرعة، بتذكرنا بزمن الثمانينات والتسعينات. أنا يعني ما كنتش موجودة بزمن الثمانينات بس كنت موجودة بزمن التسعينات، زمن الطيبين، أيام يعني ذكرتنا بأشياء هيك
نسيناها بس أشياء كتير حلوة، نوستالجيك، فونربل، بضحك. More than enough, claiming space for who you are. لإيلين ويلترث. أنا ما بتذكر إمتى قررت أقرأ هذا الكتاب أو وين سمعت عنه، بس بحب أقرأ قصة أي مرأة من ذوي البشرات الداكنة، يعني بالنسبة لإلي أكيد عندها كتير أشياء تحكيها. كان ممتع، سيرة ذاتية بسيطة رائعة ممتعة. What we don't talk about when we talk about fat. أنا بحب أقرأ الكتب اللي بتحكي فيها عن عقدة الجسد وتأثير الجسد على حياة الإنسان وعلى نفسيته وعلى فرصه في الحياة وكل هاي الأشياء. هذا الكتاب كتير سلط ضوء على هذا الموضوع من غير ما يكون دراماتيكي ومن غير ما يكون الضحية. كتير حبيته، روية بالصدق، دمعت عيني معاها بكذا لقطة بالذات بآخرته، وسمعته صوتي فسمعتها بتروي بصدق. Tuesdays with Mori أنا بالنسبة لي ما حسيته مستاهل، حبيت فكرته، الفكرة حلوة إنه شخص عم بيموت وبيروح عنده طالبه وبيحكي له نصائح وبيحكي له دروس عن الحياة، كتير حلوة الفكرة، ولكن تطبيقها أو الدروس ما حسيت فيه، ما وصلني. يعني تخيلت كتير أحسن من هيك حيكون. Flowers of Algernon، هذا كمان كتاب خلاني أعيط، قرأته على كندل. هذا الكتاب كلاسيك عند الأجانب، أظن حتى في منهم بدرسوه بالمدارس. إذا بتلاحظوا في حلقة من حلقات فريندز، إذا قدرت أحط لكم اللقطة أحط لكم إياها، تشاندلر بيقول لجوي Didn't you read Flowers of Algernon؟ فالكتاب معروف ومشهور، والكتاب هو بيحكي عن شخص عنده الذكاء أو مستوى الذكاء أو الآي كيو تبعه منخفض، هو من الناس اللي زي ما إحنا بنقول على البركة، وشخصية بسيطة جدا، وبيكون هدفه بالحياة أنه هو يصير ذكي، نفسه يصير ذكي عشان يصير عنده أصدقاء. فبيكون في دكاترة وعلماء قاعدين بيطوروا عملية انهم هم يعملوها، وعم بيعملوها على الفئران عشان يقدروا يطبقوها بعدين على البني ادمين اذا نجحت، انه يخلي الانسان يصير اذكى ويزيد نسبة ذكاء الانسان بصورة كتير قوية وكتير ملحوظة. فالشخصية هاي نسيت شو اسمه، الشخصية هاي بتقرر انه هي تتطوع انها تكون، بده يصير هاي العملية تطبق عليه لانه هو بده يصير ذكي وبده يصير عنده اصدقاء، فبيعمل العملية بفرجوك تأثير هذا الإشي عليه وعلى الناس اللي حواليه. والحلو بالرواية هاي إنه إحنا عم نقرأ المذكرات تبعت البطل بالقصة، فأنت عم بتشوف طريقة هو كيف عم بيكتب وكيف هو عم بيحس، فجدا تجربة مميزة وحلو كأنك أنت فتحت دفتر مذكراته وعم تقرأ وعم تشوف تطوره أو عدم تطوره بالموضوع. في درسين كتير مهمين بهذا الكتاب، معلش أنا حطول شوي عند هذا الكتاب لأنه في درسين كتير مهمين بهذا الكتاب حسيت لازم أسلط الضوء عليهم. أول درس هو كيف في إنه ناس بتحبنا وبتتقبلنا، مش لأنهم بحبونا وبتقبلونا بس لأنه هم مرتاحين من تجاهنا، لأنه إحنا عندنا نقاط ضعف ونقاط ضعف كتير قوية، فهم بيشعروا تجاه أنفسهم بطريقة أفضل لما نكون إحنا حواليهم. هم ما بحبونا لأجل نفسنا، لأنه لو بحبونا لأجل نفسنا هيحبوا إنه إحنا نتطور، هيحبوا إنه إحنا نتحسن، هيحبوا الأحسن لإلنا، بس لا، هم بحبونا لأنه هم بيشعروا بشكل أفضل تجاه نفسهم بوجودنا معهم، لأنه إحنا عندنا نقاط ضعف أو insecurities واضحة بالنسبة لإلهم بتخليهم يشعروا أفضل تجاه نفسهم. تاني نقطة هي كيف إنه الإنسان بالذات الإنسان الجاهل لما شوي يعرف أكتر بنغر، وهذا الإشي له علاقة بالكتاب اللي بعده قرأته، وهذا الإشي بالصدفة ما صار، يعني ما كنت مخططته، اسمه Ego is the enemy أو الأنا هي العدو لرايان هوليدي. هذا الكتاب وأنا في فيديو رح أعمله قريبا، لازم إحنا جيلنا إحنا نعمل نادي قراءة جماعي نقرأ فيه هذا الكتاب مرة على الأقل كل شهرين لأنه الكتاب كتير مهم. نعم زي الكتب الغير روائية التانية في تكرار، الفكرة الأساسية بتضلها تتكرر خلال الكتاب كلها، ولكن بهذا الكتاب تحديدا حسيت أنه الفكرة مهمة أنها هي تتكرر، كيف إحنا بالذات بزمننا هذا صار تركيزنا على الأنا أكتر، أنا شو الناس بتفكر عني، شو صورتي قدام الناس، شو الناس بتحكي عني، شو الناس بتشوفني، أنا كيف أبين قدام الناس أكتر من أني شو أقدم للمجتمع، شو شغلي بفيد الناس، وين ممكن أفيد الناس بشغلي، كل هاي التفاصيل. The Midnight Library أو مكتبة منتصف الليل هو من الكتب اللي حسيته شوي عليه ضجة أكثر مما بستاهل، هو حلو ولكن ناقصه إشي أو كان ممكن يكون أحلى، ممل شوي ببعض الأجزاء بالقراءة فيه، هذا اللي ضايقني فيه، يعني لو كان ما في هذا الملل كنت هقول مستاهل الضجة اللي صارت عليه. هو ببساطة فكرته أنه كيف إحنا حياتنا كان ممكن يكون قرارات مختلفة كان ممكن نقررها بحياتنا، أو خطوات معينة كان ممكن ناخدها بحياتنا كان ممكن تاخد حياتنا لطريق مختلف تماما. فهي بنت بتحاول تنتحر
لأنه مش عاجبتها حياتها ومكتئبة من حياتها. بعدين بتلاقي حالها بمكتبة، وبهاي المكتبة فيها كتير كتب، وكل كتاب بتمسكه زي كأنه هو سيناريو مختلف لحياتها، كيف كانت ممكن تمشي لو كانت درست هذا التخصص أو تزوجت هذا الإنسان أو ما اشتغلت بهذا المكان أو اشتغلت بهذا المكان وغيره. يعني هو في درس معين من هذا الكتاب بيوصلك، لأنه بيوصلك للامتنان، وأنه سيناريو حياتك كيف هي ماشية هلأ حتى لو كانت سيئة هي أفضل سيناريو لحياتك ممكن تكون عليه. Love for imperfect things, the things you can see only when you slow down. ما كنت مفكرته زي ما قرأته، هو من الكتب اللي كتير روحانية أو بدها تكون إيجابية كتير، وأنا صار ما أحب هالكتب أبدا. Intuitive Eating, a revolutionary program that works. كتير حبيت هذا الكتاب، بيحكي عن ثقافة الدايت وثقافة الكالوريز وحساب الكالوريز والأكل والخوف من الأكل والاضطرابات الأكل وغيرها. حسيت أنه كتاب كتير مفيد وكتاب كتير مهم، وبيخلينا ناخد الأمور بهدوء وبرواء. الدحيح ما وراء الكواليس، سمعت صوتي على تطبيق ستوري تيل لأنه كنت بدي إشي أسمعه على السريع ويكون إشي مختلف، وهذا خفيف لطيف interesting، حلو الواحد يعرف برنامج دحيح من البرامج الحلوة أنا بحب أحضرها على اليوتيوب، شو كيف بلش وشو الشخصية اللي وراه. The Seven Husbands of Evelyn Hugo من أحلى الكتب اللي قرأتها هاي السنة، من الكتب اللي البوكتيوبرز الأجانب كتير بيحكوا عنه وكتير بيحبوا، وهذا الكتاب عن جد أنا حسيت أنه مستاهل الضجة اللي عليه، يعني جدا جدا مستاهل الضجة اللي عليه. كتير حبيته، استمعت له صوتيا، ومن كتر ما حبيته بالويك اند اللي سمعته فيها أنا فجأة صرت معدلة، فجأة صرت بدي أنظف البيت كله وبدي أنظف الثلاجة وبدي أطبخ وبدي أسوي، لأني كنت ما بدي أتركه. وبيحكي عن بوب ستار، يعني نجمة مشهورة، ممثلة مشهورة بهوليوود بالستينات. هي مش قصة حقيقية بس بقوله مستلهمة من قصة كذا فنانة بهوليوود، بس بتحسوها أنها هي كتير حقيقية. فهاي الممثلة طول عمرها كتير يعني عندها خصوصية بحياتها وما بتحكي تفاصيل عن حياتها، طول عمرها إنسانة برايفت، ولكن الناس كتير عندهم فضول عن حياتها، ليش تجوزت 7 أشخاص؟ طب مين حبها الحقيقي من هدول 7 أشخاص؟ بعدين فجأة لما تصير أتوقع بالسبعينات أو بالثمانينات بتختار صحفية، وصحفية جدا عادية بتشتغل بمجلة، وبتقولها أنه أنا بدي إياكي تيجي تعملي مقابلة معاي، ولكن لما تيجي عندها على البيت تعمل مقابلة معها بتقولها أنا ما بدي تعملي لي مقابلة، أنا بدي تكتب كتاب السيرة تبعتي، وبتحكي لها قصة حياتها كلها. فبنعرف تفاصيل كتير حلوة، وبنعرف ليش اختارت هاي الصحفية تحديدا، ومشوق جدا مشوق. أظن سمعت أنهم بدهم يعملوه فيلم أو عملوه فيلم، فكتير متشوقة أني أحضره. سيكولوجية الجماهير، كتاب عادي يعني ما حسيته كتير شدني، في كم من فكرة شدتني فيه، كتاب عادي يعني أوكي. كاتبات والوحدة لنورة ناجي، كمان من الكتب اللي مديحة اقتراحتها، جدا حلو جدا بسيط، بتحكي عن قصة 10 كاتبات ومعاناتهم مع الوحدة، وكيف كل وحدة فيهم عاشت الوحدة بطريقة مختلفة عن الثانية حسب حياتها وحسب تفاصيل حياتها. ممتع جدا، سمعته صوتي برضو على تطبيق ستوري تيل. آخر كتاب قرأته بالسنة وكتاب كان سيء، يعني أنا هيت السنة مش سيء، شوفوا If I Had Your Face، كتاب بيحكي عن 4 أو 5 نساء بسول عاصمة كوريا الجنوبية، وكيف انه بيتحكم فيهم بمجتمعهم هوس الشكل وهوس الجمال وهوس المظهر. ولكن الكتاب وانت بتقرأه ممتع، بتتعلق بالشخصيات، بتصير بدك تعرف عنهم، ولكن فجأة هو بتعرف كيف اللي بيقطعك بنص الطريق. يعني انا لما الكتاب خلص انا صدمت انه خلص، يعني فجأة انه هم مجتمعين ومش نقوم نطلب اكل، خلص الكتاب. طب شو صار معكم؟ اللي عملت معرض فني شو صار معها؟ نجح ولا ما نجح؟ وين وصلت؟ اللي عملت عمليات تجميل على امل انه تتغير حياتها وحياتها الوظيفية وتحصل على فرص احسن، شو صار معها؟ ندمت ما ندمت؟ اللي كانت ماشية بوظيفة مش منيحة وطريق مش منيح وقررت انها تتركه وتمشي الطريقة صح، شو صار معها؟ كل التفاصيل هاي يعني بعلقك بالشخصيات، بعدين بتركوك وما بتعرف وما في نهاية والنهاية مفتوحة. أوكي نجح الكتاب بأنه يصور لنا حياة الشابات بسول، كيف عايشين وهوسهم بالجمال واللايف ستايل تبعهم كل هذا الإشي، ولكن من غير أي نهاية.
فما حبيته وما بنصح بقراءته. وبس والله هاي هي كل الكتب اللي قرأتها السنة الماضية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو وما حسيتوا طويل وممل. احكوا لي أنتوا شو أكتر الكتب اللي قرأتوها السنة الماضية وحبيتوها، وشو حابين تقرأوا هاي السنة أكتر شيء. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا له لايك عشان أعرف أنكم أنتوا حبيتوه، واعملوا له شير، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وأشوفكم المرة الجاية. باي.